تكون منعدمة لحسم الدكتور حسام المندوه لمنصب أمين الصندوق حتى الآن كما ظهرت المؤشرات الأولية. النسب متفاوتة والنسب مختلفة فيما يخص أعضاء الجمعية، أعضاء مجلس إدارة الزمالك فوق السن وتحت السن. المؤشرات مختلفة في اللجان، في لجان فيها اكتساح للكابتن أحمد سليمان في عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، في لجان تانية تشهد اكتساح للدكتور مصطفى عبد الخالق المرشح المستقل. حتى هذه اللحظة لم يتم الحسم النهائي زي ما حضراتكم شايفين. موظفي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مستمرين في عملية رصد الأصوات وكتابة الأصوات وتسجيلها بعد نهاية الفرز. زي ما حضراتكم شايفين صناديق اللجان مستمرة في الوصول إلى مقر اللجنة الرئيسية للانتخابات بعد نهاية الفرز. مستمرين معكم موقع جريدة أهل مصر في التغطية الخاصة لانتخابات نادي الزمالك 2023 بعد مناوشات ومشاهدات بين أنصار ومؤيدي المرشحين على مختلف المناصب انتهى وأسدل الستار كما يقال على التصويت، وجاءت مرحلة الفرز التي تقترب من النهاية. زي ما حضراتكم شايفين الصناديق اللجان تتوافد على مقر اللجنة الرئيسية قدام حضراتكم. المنصة المتكونة من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك والدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بتسيير وإدارة أمور نادي الزمالك لحين اختيار مجلس إدارة جديد، وعلى يمينه الأستاذ أحمد فؤاد الوطن المدير المالي للجنة الثلاثية في انتظار الإعلان الرسمي والنهائي لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بعد طول انتظار من جماهير القلعة البيضاء وأعضاء الجمعية العمومية بعد لحظات نتيجة انتخابات نادي الزمالك. انتظرونا في لايف جديد هتكون فيه النتيجة النهائية لانتخابات نادي الزمالك، كونوا على موعد مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر.